يصير ولا وياك النهارده المباراة المصرية بين مصر والسنغال. الحمد لله رب العالمين انه وفقنا وطلعنا للدور النهائي وفازت السنغال بضربات الجزاء. طبعا نحيي الفريق المصري على ان هو تواصل من المباراة الأولى لحد المباراة الأخيرة في ظروف صعبة جدا في غياب اللاعبين وأصابة كثير من اللاعبين. وتحياتي للشعب الليبي والأخوان الليبيين اللي قاموا معنا بتشجيع المنتخب المصري في هذه المباراة. شكرا جزيلا لكم.